أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على ما ورد في تقرير فريق الخبراء الدوليين الخاص بملف الأزمة اليمنية. قال فريق الخبراء المعنيين بالملف اليمني إن وجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمولها الدول الأعضاء في التحالف العربي أضعف حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي. وأضاف الفريق في تقريره النهائي المقدم لمجلس الأمن أن تلك القوات تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها في الميدان، وهو ما زاد المعركة تعقيدا. وجاء في التقرير أن تلك القوات تشكل تهديدا لأمن واستقرار اليمن، مشيرا إلى أنه إذا لم تندرج تلك القوات تحت سيطرة وقيادة الحكومة وتوزع الأسلحة والمعدات كلها عبر قنواتها الشرعية، فإنها لن تكفل تماسك الدولة بل ستزيدها تمزيقا. وقال الخبراء إنه بعد 3 سنوات من النزاع يكاد اليمن كدولة أن يكون قد ولى عن الوجود. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما الذي يمكن أن يغيره تقرير الخبراء الدوليين بخصوص التعامل الدولي مع القضية اليمنية؟ وهل ما تضمنه التقرير بخصوص انتهاكات الميليشيا يعكس مستوى ما ترتكبه هذه الميليشيا على الواقع؟ قبل النقاش نذهب وإياكم لمشاهدة هذا التقرير. بعد تقرير سابق كشف عن الشبكة المالية والعسكرية لما كان يعرف بتحالف الانقلاب ممثلا بميليشيا الحوثي وقوات صالح، يعود فريق الخبراء المعني باليمن والمكلف بموجب قرار مجلس الأمن ليطلق تقريره السنوي الجديد، ولكن بشكل وضع في أولوياته الحديث عن المشهد بعد تفكك ذلك التحالف. جماعة الحوثي المسلحة أو الميليشيا التي تمكنت من تثبيت أسس انقلابها مع حليفها كانت المعنية الأولى في التقرير الذي سلط الضوء على جملة انتهاكات ارتكبتها طيلة 3 سنوات الماضية من الحرب: تجنيد الأطفال وتحويلهم إلى وقود للقتال، والقصف اليومي على الأحياء المدنية، ونشر الألغام البرية والبحرية اعتبرت من أهم النقاط التي شملها التقرير. وفي هذه الانتهاكات العديدة يرى الفريق الدولي أن هناك استخداما عشوائيا للذخائر المتفجرة والقصف على المدنيين فيما وصف بأنه عدم امتثال للقانون الدولي الإنساني. جدول الانتهاكات في التقرير أوضح أنه حقق في 16 حالة اعتقال تعسفي وتقويض للحرية، اشتملت هذه الانتهاكات على الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب. أسرة صالح كانت حاضرة أيضا في التقرير، حيث أعاد تأكيد ما ذكره سابقا عن سيطرة خالد علي عبد الله صالح على أموال وصفقات شراء الأسلحة للقوات التي كانت موالية لهم. مجددا يعود فريق الخبراء ليحذر من الأزمة التي طالت في اليمن نتيجة تعدد أطرافها، فلم تعد الحرب محصورة في أطراف القتال المحليين، بل باتت حربا تدار بالوكالة وتقودها أطراف إقليمية أوصلت البلاد إلى المجهول. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من الرياض المحلل السياسي الأستاذ فهد سلطان. أهلا بك أستاذ فهد. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. إذا ما تحدثنا بشكل عام على التقرير، ما الذي يمكن أن يقدمه من تغيير لطريقة التعاطي مع الأزمة اليمنية بخلاف التقارير السابقة من وجهة نظرك أستاذ فهد؟ في البداية لست محللا سياسيا ولكني صحفي فقط وأكتفي بهذه الصفة. بخصوص التقرير، التقرير يعتبر يعني على الأقل أنا طلعت على تقارير سابقة وطلعت على هذا التقرير. هذا التقرير يعتبر الأعم والأشمل وواحد من أهم التقريرات التي صدرت عن لجنة الخبراء في مجلس الأمن. تناول عدد من القضايا ربما ذكرها التقرير لديكم. فيما يخص الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح قبل التحالف أو حتى بعد مفاوضات التحالفية، يعني كانت موجودة أو معروفة لدى الجميع، غير أنه وثقها بشكل دقيق وعرق عليها. يعني مثل هذا التقرير يعتبر واحدة من أهم الوثائق التي يمكن البناء عليها ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير. المشهد اليوم على الوضع اليمني أو على وضع الشرعية بشكل خاص خطير للغاية. ربما أن هذا التقرير يعد إنذار أخير للشرعية، وأنا ربما كتبت يعني منشور صغير بهذا الجانب أن هذا التقرير يضع إنذار أخير على الحكومة الشرعية، والتي ربما في العام القادم قد تكون خارج الإطار مباشرة وقد تتلاشى بشكل كبير بسبب النزيف الحاد الذي تواجه على المجال السياسي
يعني لا يفيد. يعني هل يفهم عندما يقول التقرير أن هناك تقويض للحكومة الشرعية، هل يفهم أن هذا القول أن الحكومة الشرعية ستكون في نهاية حالتها، أو كما تقول مسمار في نعش الحكومة الشرعية؟ في الأول والأخير لا ينبغي أن نحمل، يعني أن يتحمل المسؤولية الكبيرة هي الحكومة الشرعية نفسها، يعني هي التي تضع نفسها في موضع، يعني في الموضع الذي تريد. عندما يخفض صوت الشرعية أو تضعف قوتها أو تتضاءل بشكل كبير، تظهر يعني تظهر أو تترك فراغا، سيأتي من يملأ مثل هذا الفراغ. لا نستطيع أن، يعني في المقام الأول ينبغي أن تتحمل الشرعية المسؤولية الكاملة، هي المعنية في الأول والأخير. يعني أي خفوت أو ضعف هي تتحمله في المقام الأول مهما كان. يعني هنالك من سيملأ الفراغ سواء كان داخليا أو خارجيا، وهي المعنية في المقام الأول أن يكون لها دور حقيقي. وإلا يعني ما يعني في الأول والأخير من تستطيع أن تحمل المسؤولية في مثل هذه الطريقة؟ يعني هذه هي النقطة التي ينبغي أن نركز عليها بشكل رئيسي، أن الشرعية هي من تتحمل، هي المسؤولة الأول، المسؤولة بشكل أساسي أمام الشارع اليمني. لا يستطيع الشارع اليمني أن يحمل أي طرف ما لم تكن الشرعية هي. لكن أستاذ فهد، هذا أمام الشارع اليمني، أمام المجتمع الدولي، أمام مجلس الأمن، من يعنى بهذا التقرير، هل ستتحمل الشرعية أو هل ستفقد الشرعية الدعم المعلن لها من قبل مجلس الأمن؟ حتى الآن التقرير يتحدث عن الشرعية، ولكنه حذر من أن اليمن بدأ يتلاشى، وأنه لن يكون حتى شمالا وجنوبا، وإنما سيكون يعني عدد من الدول أو عدد من الكيانات داخل الجسد الواحد. ربما ستقسم اليمن ولن تستطيع. يعني قلت لك في المقام الأول صحيح أن التحالف العربي حاضر بقوة، لكن في المقام الأول الشرعية تتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشارع اليمني. يعني باللغة الدارجة أو باللغة المعروة، إما اعتزلت وإلا اعتزلت. يعني أن تبقى الآن كل ما يحصل داخل اليمن الذي يمثل له الغطاء هي الشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، ربما ستفقد هذه الشرعية قيمتها. التقرير الذي أنا تصفحته يعني ما يقارب 45 صفحة من التقرير في البداية، يعني أغلب نقاط التقرير، وهو لا يزال يتعامل مع الشرعية بأنها حكومة يعني رئيسية أو مسؤولة الأساسية، ولكنه في أكثر من مكان ينبه بأن هناك خطورة قد تقوض هذه الشرعية وقد تصبح من التلاشي. أنا أعتقد أنه إذا سارت الأمور على ما هو عليه الآن، ربما في العام القادم لن يكون هناك شرعية إطلاقا، ولن تستطيع أن تمارس أي دورة، ستصبح في خبر الماضي. طيب أرجو أن يعني أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، دعنا نقف عند هذه النقطة الآن. أرحب بمن ينضم إلينا أيضا من رياض، مطهر البوذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ مطهر. مرحبا، أهلا وسهلا. إذا ما يعني كان التقرير يحمل الكثير من السرديات المتعلقة بالانتهاكات، في البداية ما هو تقييمك أنت أستاذ مطهر لما ورد في هذا التقرير؟ شكرا. بالبداية خلال اطلاعي السريع للتقرير، وقلت له التقرير يعني صنف عديد من الأطراف المنتهكة أو المرتكبة بجرائم جسيمة بحق حقوق الإنسان، أهمها ميليشيا الحوثي صالح في الفترة السابقة. و يعني يجب أن نشير إلى أن التقرير في ديباجته قدم أو عرض صورة مساوية لليمن، حيث قال أن اليمن أصبحت عبارة عن دويلات متحاربة، ومن الصعب استعادة الوحدة في القريب العاجل. هذا جزء من ما تطرق له. وكذلك باعتقاد أنه صنف الجرائم المرتكبة خلال الفترة السابقة بحسب المعلومات الواردة أو التي حصل عليها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بمجلس الأمن، والتي نحن بالمجتمع المدني نعتبره شريك فاعل، لأنه نحن على تواصل دائم. وأعتقد أنه عديد من مصادر التقرير تم استيقاؤها من منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن. طيب، يعني هو بالحديث عن هذه النقطة يوضح التقرير أن هناك ربما عدم تجاوب من قبل السلطات الشرعية في الدخول يعني بالشكل أو بوقت كافي للدخول إلى الأراضي اليمنية، وكذلك من قبل ميليشيات الحوثيين عندما حاولت الأمم أو هذا الفريق التواصل للدخول والمعاينة من داخل البلاد.
هل ذلك سيؤثر على طبيعة هذه المعلومات، على مستوى وقيمة هذه المعلومات فيما يتعلق في جانب الانتهاكات أتحدث، عندما تبنى عليها قرارات وبيانات لمجلس الأمن؟ ما ننشك أن النزول الميداني والتقصي الحقائق من الأرض، هذه نعتبر أن احنا مصدر مهم من مصادر المعلومات، ولكن لست في معرض الحديث عن، لست مخولا عن الحكومة الشرعية ولا عن الميليشيا، ولكن أقول أن المصادر التي حصلت وبحسب معلوماتنا أنه فريق الخبراء لديه عديد من المصادر على الأرض، ولديهم خبراء ويطلبوا عديد من المعلومات بطريقة احترافية، ونحن مثلا في المجتمع المدني كانوا يستقبلوا تقاريرنا ومعلوماتنا، ثم يبدو كثير من التساؤلات والاستفسارات حولها للتأكد من مدى مصداقية هذه المعلومات. ويبدو أن لدى اللجنة خبراء أثريين ومحدثين فنيين. طيب هل يعني هناك من يتحدث على أن التقرير تضمن نوع من المكاشفة بشكل عام، هل ترى أن التقرير أنصف المواطنين المدنيين اليمنيين أستاذ مطهر؟ والله باعتقادي أكيد أول مفترض بالتقرير أنه أنصف المدنيين وانتصر لحقوق المظلومين والضحايا والمنتهكين، هذه النقطة الأساسية التي يجب أن نشير إليها بكثير من، ولكن للأسف أنا حتى اللحظة التقرير يقع في 300 وأعتقد وشوي صفحة، ولم يتسنى الاطلاع بشكل كامل عليه. أنا اطلعت عليه بشكل مختصر وبشكل بسيط. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا وأعود إلى الأستاذ فهد السلطان. أستاذ فهد، إذن يعني عندما يتحدث التقرير بهذه الصيغة وبهذه المعلومات، هل يعني أنت قلت قبل قليل أن التقرير لم يأتي بجديد، كثير من المعلومات يعرفها اليمنيون، لكن ما الذي يمثله هذا التقرير بما جاء فيه من ثقل بالنسبة لمجلس الأمن والقرارات المتوقع أن تصدر من مجلس الأمن في أي جلسة متعلقة قريبة باليمن؟ طبعا التقرير في غاية الأهمية، وهو يصدر من يعني من لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن، هذا يعطي صفة اعتبارية بشكل كبير. يعني أنت في سؤالك السابق الذي طرحته على الأخ بأن الحكومة فعلا كما ذكر التقرير بأنه كان هنالك من المفترض أن يكون هنالك زيارة إلى مدينة مارب وإلى حضرموت، ولكن لم تحصل على الموافقة. ويعني أنا أستغرب استغرابا شديدا كيف للحكومة أن تعرقل مثل وصول هذه اللجنة إلى مناطق الشرعية، وكان من المفترض أن تصل. يعني هل الشرعية تخاف من شيء إذا كانت، ولا أعتقد أن الشرعية قد تورطت أو الجيش اليمني قد تورط في عمليات خارجة عن القانون، فلماذا يتم عرقلة وصول مثل هذه اللجنة إلى مدينة مارب كما ذكر التقرير؟ أيضا التقرير أورد أنه التقى برئيس الوزراء في مدينة عدن، التقى في مدينة عدن ويعني أعطي وعود بأنه سيتعاون مع اللجنة، ولكن مع الأسف يذكر التقرير بأنه لم يحصل بعد ذلك على أي تسهيلات أو لم تلتزم الحكومة الشرعية بما تم الاتفاق عليه. وهذه نقطة أخرى، لماذا لم تتعاون، أو يعني كيف تسمح الحكومة الشرعية أن تكون بنفس المستوى الذي وضعت فيه جماعة الحوثيين نفسها، بأنها لم تتعاون أو لم تتجاوب مع تقارير الأمم المتحدة، أو رغم أن الحكومة الشرعية في الدرجة الأولى أو في المقام الأساسي مهم أن تتعاون مع أي لجان يمكن أن تحقق انتهاك حقوق الإنسان، خاصة وأن المواطنين أو الشارع اليمني أو الشعب اليمني تعرض لجملة من الانتهاكات الكبيرة، وخاصة قبل جماعة الحوثيين والتحالف الذي كان مرتبط بعلي عبد الله صالح. نقطة أخرى لفت نظري داخل التقرير، وهي حجم الأموال التي يعني جناها الحوثيون خلال الفترات السابقة وخاصة في عام 2017، وهذه نقطة مهمة. يعني على سبيل المثال ذكر عدد التقرير ذكر عددا من النقاط، ويعني منها يعني جانب الاتصالات يعني والتي حققت لهم مردود كبير والأسواق السوداء، ثم تحدث أيضا عن كمثال واحد على مصنع الكمران والذي يعني مبالغ يصل إلى 25 مليار أو مليون دولار. يعني منطقة الحوبان التي هي الآن فيها عدد من المصانع الكبيرة وعدد من رجال الأعمال داخل مدينة تعز لا زالت تحت جماعة الحوثيين، وكان من الإمكان أن يتم تحريرها، وليست من الصعوبة بمكان،
وتلك المنطقة بقائها تحت سيطرة الحوثيين تمثل شريانا كبيرا لبقاء هذه الجماعة لمدة أطول. محافظة الحديدة ومحافظة تعز إذا تم يعني إذا تم استعادة هذه المحافظتين بشكل أساسي سيتم خنق جماعة الحوثيين وربما ستستسلم وأنها ستنصاع لأي قرارات سواء كانت سياسية أو دولية وستخضع لمفاوضات وربما يعني تصل إلى يعني نصل إلى هذه الجماعة إلى مسارات حقيقية. بقاء الجانب المالي بيد هذه الجماعة وخاصة في مناطق كان من المفترض أن يتم تحريرها بشكل مبكر أعطاها مدى أطول للمقاومة والاستمرار في سياستها التوسعية وفي استمرار انتهاكها على مدى أطول. طيب يعني في نقطة هناك أيضا تحدث عليها التقرير الحديث عن خالد علي عبد الله صالح وأنت تطرقت لها، لكن هناك نقطة وقيل فيها أنه إذا يعني من غير المعروف إذا ما إدارة خالد علي عبد الله صالح لأموال يعني المخلوع سابقا أو لأموال المخلوع ليس من المعروف إذا ما ستستخدم في تقييد العملية السلام وتأجيج الوضع في البلاد. ما الذي يمكن أن تشير إليه هذه العبارة؟ أعتقد أنه كان واحدة من أهم الخلافات بين جماعة الحوثيين وعلي عبد الله صالح هي مسألة الأموال وهي مسألة الفلوس، وأن علي عبد الله صالح ربما في الآونة الأخيرة من حياته كانت تطالبه الجماعة بمبالغ ورفض أن ينصاع لها. وحتى عندما قتل علي عبد الله صالح في الرابع من ديسمبر الماضي 2017 طلبت جماعة يعني تم الزج بكثير من أقاربه في السجون، وتحدثت أخبار متواترة بأن جماعة الحوثيين طلبت ما يقارب 4 مليار دولار يعني كفدية كي يتم إطلاقهم. هذه تؤشر أنه كان واحدة من المشكلات التي كانت بين علي عبد الله صالح وجماعة الحوثيين هي مسألة الأموال، وأن هنالك ربما من المحتمل أن يكون هنالك صفقات سلاح يشرف عليها علي عبد الله صالح وأحد أقاربه توقفت أو لم تتم في نهاية المطاف وفجرت تلك الأزمة الكبيرة بين الطرفين. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى أستاذ فهد. أعود إلى الأستاذ مطهر البوذيجي. أستاذ مطهر الآن يعني هل سيمثل هذا التقرير خطوة فعلية في وقف الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين من الأطراف التي تقوم بهذه الانتهاكات وفقا لما جاء في التقرير برأيك، أم أن الأمر سيستمر والحرب ستستمر والمدنيين سيدفعون كما يبدو هم الضريبة الأكبر لهذه الحرب؟ أنا والله باعتقادي علشان نكون كثير يعني علشان من أجل أن نكون واضحين وشفافين أو كثير من الوضوح، أنه إذا كانت القرارات الأممية لم تؤخذ بها مثلا جماعة الحوثي وطلع الرئيس السابق صالح ولم ينفذوها فما بالك بتقرير. أعتقد أنه الصراع سيستمر ما دام هناك رغبة حقيقية من أطراف النظام في الاستبداد، وما دامت الأطراف المغطية للحرب موجودة. هذه النقطة. النقطة الثانية للأسف سيدفع ودفع المدنيون في اليمن كثير من الضحايا وسقط الكثير من الأبرياء. نتمنى من جماعة الحوثي وصالح باعتبارها أو جماعة الحوثي المدعومة من إيران باعتبارها الفاعل الرئيسي في ارتكاب العديد من المخالفات الجسيمة، وبحسب تقديراتنا نحن بالمجتمع المدني فإن 80% من إجمالي الانتهاكات المرصودة من الميدان تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. هذه النقطة الأساسية بهذا الموضوع. أشكرك أستاذ مطهر البوذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة إليك أستاذ فهد، إذن هذا التقرير أيضا شمل ربما نوع من يعني الطرح حتى لدول التحالف الدول ودول في الإقليم أيضا باعتبار سلطنة عمان ليست بالتحالف. هل يمكن يعني كيف وجدت هذه النقاط التي تتعلق بدول التحالف وكذلك سلطنة عمان فيما ورد؟ قلت لك نتمنى من الحكومة الشرعية في المقام الأول أن تشكل لجنة داخلية وأن تدرس مثل هذا التقرير وأن تستفيد من النقاط التي وردت فيه وأن تستفيد من الثغرات التي رافقتها خلال الفترة الماضية وتحولها إلى إيجابيات. هذه هي الفرصة لها فيما تبقى
قبل أن يتم تقويضها بشكل نهائي. أنا قرأت هذا يعني أو قرأت كثير من هذا التقرير وأشعر بخطورة بالغة، وأشعر بأن الحكومة الشرعية ربما ستخرج عن الخدمة خلال هذا العام إذا لم يتم يعني عمل أو تدارك هذا الأمر بشكل فعلي. نقطة يعني نتمنى أو أشعر يتحرك كثير من اليمنيين ولن يعتمدوا فقط على السلطة الشرعية وعلى الهامش التي باتت تتحرك فيه أن يكون هنالك تحرك مجتمعي، أن يكون هنالك تحرك مجتمعي يرافق الشرعية أو يدعمها أو يقف إلى جانبها أو على الأقل أن يساعدها خلال الفترة القادمة. نحن مقبلون على مرحلة في غاية الخطورة، يعني دائرة الحرب تتوسع بشكل أكبر، وجماعة الحوثيين حسب ما ذكر التقرير بأنه يعني تم تثبيته أو يتثبت في تلك المناطق بشكل أكبر، وكلما زادت الحرب يعني يزداد قوة وتماسكا داخل تركيبة هذه المجتمع. اليوم يعني جماعة الحوثيين من خلال يعني تقوم لا تقوم بأنشطة بدائية أو لا تقوم بأنشطة عشوائية كما يعتقد البعض. جماعة الحوثيين اليوم يعني تعتمد على خبراء وتعتمد على خطط وتعتمد على مستشارين من إيران ومن دول أخرى يساعدونها بشكل كبير في يعني تنمية قدراتها على الجانب العسكري، على الجانب السياسي، على جانب الأرض. اليوم هنالك أحزمة وهنالك إعادة لتركيب الخارطة الديمقراطية داخل العاصمة صنعاء، سيجعل من الصعوبة يعني إخراج هذه الجماعة بالسهولة التي نتوقعها. يعني هنالك ملفات كثيرة، ما إذا تحركت الشرعية، أنا في المقام الأول لا أطالب إلا الشرعية في المقام الأول، فهي من تتحمل المسؤولية الكاملة وهي يعني المعترف بها أمام الشرع اليمني وأمام يعني العالم، وهو لا زالت حتى الآن تحمل صفة اعتبارية قبل أن تفقد هذه الصفة بسبب ما يجري ويحدث على الأرض. طيب ما الذي ممكن حدوثه؟ دعنا نعود إلى سؤال الحلقة أو عنوان الحلقة، هل يغير تقرير فريق الخبراء من رؤية المجتمع الدولي تجاه الأزمة اليمنية؟ ما المتوقع أن يبنى على هذا التقرير، في خاصة عندما نسمع أن أو عندما يكون من المقرر أن تنتهي فترة ولد الشيخ ويكون هناك مبعوث أممي جديد إلى اليمن، وهناك جلسة لمجلس الأمن متوقع ربما أن تتعلق بالملف اليمني وفقا لوجود وانتهاء هذا التقرير؟ واحدة من النقاط الخطيرة وهي أن المجتمعات المجتمع الغربي بشكل عام لا يتعامل إلا مع أمر واقع. من يفرض أمر واقع أن يتم التعامل معه. علي عبد الله صالح في عام 94 صدر بحقه قرارين من مجلس الأمن الدولي، وكانت إحدى هذه القرارات كان قرارا ملزما، ولكن علي عبد الله صالح خلال ما يقارب 15 يوم استطاع أن يفرض واقعا غير المعادلة واعترفت به المجتمع الدولي. يعني تخيل قرارين صدر ضد علي عبد الله صالح في حرب صيف 94، كانت هذه القرارات ضد الشرعية وكانت ضد علي عبد الله صالح أو نظامه وكانت في صالح طرف آخر، ولكن علي عبد الله صالح استطاع خلال 15 يوم من صدور تلك القرارات أن يفرض أمرا واقعا وأن يجعل المجتمع الدولي يعترف به كأمر واقع. يعني التقرير اليوم يضع نقاط خطيرة للغاية. عندما يتم فرض أمر واقع داخل مناطق لن تستطيع يعني سيكون التعامل مع الشرعية من دائرة يعني أنها لم تعد تمثل شيء أو لا يمكن الوثوق بها بأنها ستحدث شيء. سيتم التعامل مع أمر واقع. المجتمع الدولي لا يمكن أن يتعامل مع الحوثيين إلى ما لا نهاية، ربما سيتم التعامل معهم، كذلك سيتم التعامل مع يعني في ظل غياب الشرعية أو في ظل تناقص سلطتها وقدرتها على فرض أمر واقع داخل مناطقها. يعني حتى التقرير ذكر أن هنالك 7 مناطق لم تعد الشرعية يعني تمارس فيها سلطتها الفعلية، وهي ضمن المناطق التي تقع تحت سيطرتها أو تعتبر أنها محررة. يعني هذه إشارة خطيرة. إذا لم يعني الشرعية تتدارك نفسها وتقدم حلول حقيقية وتحاول تستفيد من الأخطاء، فإنها يعني ربما تعطي مبرر لعدد من الدول أنها يعني تتعامل مع أمر واقع، ومن ضمنه الانتصار الذي تحدث عنه بأن قد اليمن تسير إلى التلاشي وإلى من الصعوبة العودة إلى كيان موحد كما كان عليه الأمر في السابق. أشكرك أستاذ فهد السلطان الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض في هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. للمزيد من التفاصيل يمكنكم حول هذا الموضوع يمكنكم الاطلاع على موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا متابعة تغطيتنا الإخبارية والبرامجية المباشرة في هذا اليوم. في الختام تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد عبد المغني منتج الحلقة وجميع أفراد الطاقم الفني، في أمان الله.